وبمساحتنا الأخيرة حنروح للموضوع الطبي ونحكي اليوم ضمن فقرتنا عن أشيع الأمراض اللي بتكون سببها الكبد. شو ممكن اليوم الإنسان يتعرض بحياته بسبب عمل الكبد؟ ودائما نحن بنعرف الكبد هو الأساس بالصحة الجسدية، يعني اليوم وقت اللي بيصير في خلل بعمل الكبد عم بيكون في تأثير كتير كبير على صحة الإنسان. اليوم رح نحكي عن أهم الأمراض اللي ممكن يصاب فيها الإنسان، مثل الكيسات، مثل الأورام والمرارة. المرارة يعني اليوم في نسبة كتير كبير من الأشخاص صابتهم هاي القصة. طبعا خلينا نروح لضيفنا، وهو كمان من أهل الدار وضيف صباحنا غير على طول، الدكتور أحمد نسيب عرخصوصي، استشاري جراحة عامة وصدرية وتنظيرية، لنحكي أكثر عن موضوع الأسباب والوقاية وطرق العلاج. يسعد صباحك حكيم. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. خلينا نحكي بداية عن أشياء أمراض الكبد يلي ممكن اليوم أي شخص ممكن تواجهه، ولا في أشخاص محددة ممكن تصيبون؟ وخلينا نحكي كمان بخص الكيسات المائية. طيب، نحن الكبد هو أكبر غدة بجسم الإنسان. الكبد بتوضع بيمين البطن، أعلى بطن، تمام الحديث، مسؤول هو عن استقلاب السكاكير، عن تحرير المواد السامة، يعني تفكيكها بجسم، عرفتون؟ فهو أكبر مصنع استقلابي بالجسم كله. صحيح. الكبد نتيجة توضع، عرفتون، مجرد يعني صار امتصاص للطعام بالامعاء، عرفت علي كيف؟ فبتمر عن طريق الكبد دوام البابي، فبصير تصفيه للمواد الطعاميه الكيلوس اول شيء. نتيجه هالحكي هذا شلون؟ احيانا نحن يعني عم نحكي شغله شائعه كثير ببلدنا هي الكيسات المائيه. الكيسات المائيه تقريبا يعني من اهم الامراض الموجوده بالشرق الاوسط، كثير موجوده عندنا بسوريا، بالعراق، بايران، الجزائر، واكثر دراسات بالعالم صابت عن هالمرض هذا وبهالمناطق هي. كل الاشخاص معرضين لها من اي عمر؟ هلا في مناعه هي بالجسم، بس نحن في عادات غذائيه او عادات خاطئه شلون هي بتاهب الاصابه اكثر. مثلا عندنا منك تناول اللحوم النيه اللي بيكون مثلا مذبوحه مو مفحوصه بشكل جيد، هي بتكون تحوي على مبيضات الكيسات المائيه، هي عامل طفيلي اسمه شويكاء الحبيبيوميه، تمام الحديث. في ناس تناول الخضار بشكل يعني النيه شلون مو مغسوله بشكل جيد، ممكن معناها البيوض كمان، فممكن يصير اصابه. تربيه القطط، الكلاب بالبيت كمان ممكن تؤدي للاصابه. يعني عندك اللي بيربوا حيوانات مثلا مزارعين او كذا، كمان اذا كانت الحيوانات مو ملقحه، مو معتنى بنظف، ممكن يصير اصابه. فهذه الاشياء ناس ممكن يصير معهم اصابه بالكيسات المائيه. هلا الكيسات المائيه عاده بتصيب اكثر شيء الكبد، حوالي 85% من الحالات بتكون بتصيب الكبد، لكن عم نحكي انه من الامراض الكبديه كثير هامه. في عندك حالات حوالي 10-12% بتصيب الصدر الرئتين، يعني في حالات بتكون مشتركه بين الصدر وبين الرئتين، وفي حالات بتصيب بقيه الاماكن، الدماغ، الكليه، كذا. بس اشيع شيء هو الكبد. المنشا هو عم يكون من هلا عندنا نحن يعني في عندك بسموه سوي يعني مضيف عابر ومضيف دائم، شلون؟ الكلاب بشكل عام هو المضيف، يعني هو اللي بيكون بيحوي على الطفيلي بشكل دائم، عرفت علي كيف؟ هلا احيانا بقى الحيوانات العاشبه مثلا الخروف وكذا، اذا عم ياكل الفضلات تبع على الاعشاب، بس فضلات الطفيلي، عرفت علي كيف؟ فممكن تصاب فيها. الانسان هو سوي متوسط يعني، شلون؟ مضيف يعني، بس لكن اصابه تبعيته منها عم تشكل كثير خطر، لانه هي عم تاخذ حيز من الكبد او المكان العضو اللي عم تصيبه الكبد او مكان اخر، فعم تقلل وظيفته. بنفس الوقت انتشار كثير سريع، الكيسه الواحده بتكون فيها كيسات مائيه. وين بتتوضع الكيسه حكيم؟ خلينا نوضح الفكره. وقت عم نقول كيسات مائيه، وين عم يكون توضعها يعني؟ التوضع الاساسي مثل قلت لك، يعني الاصابه الاساسيه بتكون هي بالكبد، بقلب الكبد او على جدار الكبد الخارجي. لا بالكبد نفسه، بالكبد نفسه. يعني هلا احنا في حالات اشتغلناها كان بالكبد في حوالي 200 كيسة يعني. احيانا مشكلة الطفل انه عم ياخذ حيز من الكبد، فوقت عم تاخذ حيز انت عم تنقص الخلايا اللي عم تشتغل بالكبد، نقصت حجم من الكبد. نفس الوقت ضعفت وظيفة بالنهاية، تمام الحديث. نفس الوقت شلون هي ضمن هالكيسة عم يكون في كيسات بنات، فانتشار ممكن كثير سريع اذا صار تمزق لهالكيسة. كنا كيسة صرنا يمكن مئات الكيسات، هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة احيانا الكيسة وقت تفتح مثلا سواء على الطرق الصفائية او على الطرق الصدرية او كذا، فممكن يصير تحسس، وفي ناس سمع صدمة تحسسية، في ناس توفت بعيد الشر. فيعني اخطار الكيسة المائية شلون، انه مو انه شغلة انه يعني بس والله كيسة وخلصنا، في كيف
فالشيء الثاني كمان انه هي عم تاخذ حجم تكبر بهدوء، فانت بتلاقي فجاه مثلا مي بسبب ما وجع كذا بتعمل بتلاقيكم بتلاقي مثلا كيسه 7 8 سم بتاخذ فتره نمو طويله عشان بس هو ده صامت يعني ما احيانا عم تعمل صور لشغله ثانيه او عم تفحص شغله ثانيه بتكتشف اليوم انه في كيسه تمام. طيب دكتور شلون اليوم يعني انت تقول انت هذا مرض صامت ممكن ما يعاني الشخص من اي اعراض او يحس انه هو عنده كيسات ما بصير الم بتمر فتره تمام بتمر فتره انه هو عم يكبر بشكل بطيء فما عم يكون الم. احنا المشكله الالم بيصير انت بتمدد محفظه بشكل سريع فبيكون في الم هي حتى انه الكيسه فتحت او صار في ضغط، بس اما هي كيسه عم تكبر شوي شوي فهي لا صامت مثل ما قلت لك. يعني نحن الدراسات لما قلت لك بالشرق الاوسط لانه كثير هالمرض كثير يعني منتشر بشكل كبير عرفت علي كيف؟ وهو عاده نحن بيصنف في الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان. في كثير دراسات صارت عليه، في كثير يعني انه الوقايه كذا، لكن نحن مثل ما قلت لك اهم شيء عندنا انه نحن العادات الصحيه الجيده، نحن نغسل ايدينا بعد قضاء الحاجه، قبل الاكل بعد الاكل، هي نقطه كثير مهمه. ما نتناول لحوم نيه، في ناس بتعرف بياكلوا كبه نيه او لحمه نيه فتون، ويكون انه مصدر اللحمه معروف يعني مفحوصه يعني مذبوح بالمسلخ مفحوص بشكل بيطي بشكل جيد عرفت كيف؟ اللي عم يربي حيوانات اليفه مثلا كذا شلون انه يكون ملقحه عرفت شلون مفحوصه طبيب بيطري عرفت كيف؟ يعني هي كلها العادات هي شلون كثير بتخفف من الاصابه هي وكثير بتقينا من المشاكل الثانيه. نحن نفوت دوامه انه سواء علاج طويل لفتره طويله 6-7 شهور بالدواء او انه عمليات جراحيه ان كان جراحه عامه او يعني بطريقه مفتوحه او تنظيف، بس هي من هي انه تعب وتكلفه. اكيد دكتور دائما نحن بنقول الوقايه هي بتخفف رحله المرض عند المريض ورحله العلاج اكيد عند الطبيب. ذكرت اسباب وذكرنا هيك اليوم وقائيا نحن كيف قادرين، وهي وقائيا خلينا نقول معلومات شائعه ومفروض اليوم نحن نتقيد فيها. خلينا نروح بالوقت المتبقي لخطه العلاج اليوم طبيا، كيف اليوم عم تتعاملوا مع هي الحالات؟ هلا نحن حسب انه كم كيسه موجوده، حجم الكيسة أقل من 2 سنتي أكثر من 2 سنتي واحدة أو أكثر من واحدة، فنحن ممكن دواء بالحالات الكيسات الصغيرة ويا كعدد كثير كبير يا أما أنه كيسة واحدة، فممكن دواء البندازول عادة عم يعطي فائدة كثير جيدة شلون؟ عادة تاخذ دواء تقريبا لست شهور. إذا كيسات كبيرة أو ما قريبة على مناطق حساسة يعني شلون ضغطة مثلا على المنصف كذا في يعني من فترة اشتغلنا مريضة ضغطة على القلب عرفت شلون؟ حتى عم يصير نقص بعمل القلب يعني. فحسب التوضع وحسب الاعراض تبعته منا ممكن الجراحه، والجراحه عندنا نحن عم نشتغل انه الاوبن مثلا بنحكي حالات وفي تنظيف. كم تتدخل جراحيا اليوم حكيم؟ هلا تدخل جراحي مثلا الحجم الكيس اذا كان كبير تمام، او موقع كثير انه حساس مثلا تمام الحديث او عدد كبير شلون قصه شلون ممكن تدخل جراحيا. في شيء بنشتغله صار لنا فتره كمان بنعمل دراسه عليه شلون، ونحن انه الكيسه بتوجيه الطبقي او الايكو شلون ممكن اذا كيسه واحده او كيسات كبيره شلون مثلا عن مريض مثلا ما انه بيتحمل جراحه كذا ممكن نبذلها ونحقن سيروم ملحي شلون. شيء واعي يعني صرنا شغالين 12 حاله عرفت علي كيف، كمان عم تعطي نتائج كثير جيده شلون. الفكره انه نحن يعني عم نحاول شيء بغابطه انه نساوي نحن يعني دراسه مستقبليه بقولوا للمستقبل انه كيف ندبر الكيسات وشيل امثل كذا شلون. متوقع نتائج الدراسه خلال سنتين تكون منتشره يعني منشوره عالميا شلون، وحناخذ نتيجه بشكل جيد ان شاء الله تعالى. ان شاء الله العلاج الدوائي قلت لك الحالات الخفيفه او الصغيره، جراحي هو الحالات الكبيره او انه مناطق حساسه، البزل اللي عم نجرب فيه مثل ما قلنا. الفكره الاساسيه انه حتى لو عملنا جراحه تكميل العلاج بالالبندازول شلون حنحتاج 6 شهور نحن اذا في كيسات صغيره او في شيء مبين كان شلون لحتى نقضي عليهم، فهدول نحن يعني دائما خطه العلاج الاساسيه بشكل عام. خلينا ننتقل دكتور على المراره والاورام يلي ممكن تصيب هي المنطقه، كيف ممكن نحن نعرف الاصابه فيها او حتى نعالجها؟ لا المراره بشكل عام هي يعني مستودع يعني الله خلقه عرفت كيف متوضع بصفة الكبد، وظيفته انه تاخذ الصفرة من الطريق الخلاص الصفراويه تكثفها في محل مريض اخر شيء دسم وكذا تفرز لحتى تساعد بهضم الدسم. نوعيه الغذاء الاكل الدسم كثير احيانا عندك في ناس عندهم امراض دمويه انحلال كذا شلون بتاهب انه يصير في حصيات المرض عاده شلون علاج تبعيتهم هو استئصال
تمام الحديث عادة بيصيب النساء بيكون اسمان بعض الأورام يلي بتصيب المرارة بتكون خطيرة. هلا عم نحكي عن المرارة هلا شادي صراحة الأورام الكبد بتاعت لك هو تصفية أساسية فعادة معظم انتقالات الأورام بتكون يا برئة يا يا بالكبد. الكبد فيه أورام بدقية شلون هو سرطان الخلايا الكبدية الصفراوية بشكل عام يعني عرفت علي كيف؟ هي يعني عشرات كثير متقدمة شلون؟ بس نحكي فينا نقطة كثير مهمة ما حكينا الكبد هو أهم غدة بالجسم أهم عنصر بتخليص الجسم من السموم عندك إفراز الجلوكوجين عشان حتى يعني تخزين السكريات فكتير مهم بالاستقلاب وكتير مهم بالتعامل معه شلون نحن الأساس عادات النظافة الشخصية يقايم من شغلات الكيسات أو كذا شلون وبنفس الوقت ما ننهك الكبد يعني ما أنه والله وجبات دسمة كتير أو وجبات كتير مستغنية بالسكر يعني توازن بالأكل شلون ونظافة شخصية بنكون حافظين يعني الأكل لازم نحبها حكي من الآخر نحن الفكرة بقول لك يعني كانوا أجدادنا يأكلوا دسم أكثر يمكن صحيح يعني اليوم بس كان في حركة كان في حركة كان كذا شلون نحن لا حاليا إنه إذا بده يصف سيارته إذا بيطلع له يوصل السيارة جوات المكتب تبعته ما بقول لا ما استنوا شلون صحيح دكتور النقطة الأهم من هيك هو مو شو اسمه مو كمية دسم بقدر ما إنه عندك عندك الشحوم المتحولة شلون يعني أنت الوجبات السريعة الفاست فود عم يكون فيها زيوت مهدرجة زيادة شلون هاي بتكثير تعمل مشاكل خاصة بهالوقت حكينا اليوم يعني, يعني ممكن تاكل أكلة دسمة كذا بس ما تكون أكلة إنه غير صحية طبعا غير صحية ما في أكلة دسمة ما لا الفاست فود الفاست الفاست فود الدسم بشكل عام الدسم بشكل عام مو هو مشكلة إذا تأخذ بشكل متوازن وبشكل صح بس نحن مشكلتنا بالوجبات السريعة الأكريميليد شلون عم يصير الدهون عم تتحول اكثر مره شلون درجات حراره عاليه شلون هي عم تكون سيئه عرفت كيف ممكن تاهب المراره ممكن تاهب للسرطان اكيد دكتور معلومات كثير مهمه وهي خلينا نقول عادات صحيه على مستوى الشخصي ممكن تخلينا نبعد عن كثير من الامراض لاجسامنا وبالصحه والسلامه لكل حدا رافقنا بصباحنا اليوم شكرا كثير دكتور احمد لحضورك اليوم واهلا وسهلا فيك شكرا لك دكتور وان شاء الله هيك المتابعين يلتزموا بهي النصائح والله يبعد المرض واكيد بدنا نتمنى الخير والسلامة للجميع.